مواهب شابة ومغمورة، أنا راح أجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة تعمل لينا حاجة. يا صباح الجمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج دردشة. معاكم إيمان ياسر، والنهاردة معانا ضيوف مميزين جدا. أهلا بيكي يا ياسمين. أهلا بحضرتك. ومعانا الشاعرة سهير، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. نتعرف بيكي ياسمين. انا ياسمين صلاح، عندي 14 سنه. نتعرف بيكي يا سهير. انا سهير سليمان، عندي 16 سنه. انت شاعره وكاتبه، تمام؟ ابتديتي دي امتى ولا اكتشفتي ازاي؟ يعني من فتره، طويله، يعني 4 سنين تقريبا. انت موهبتك ايه يا ياسمين؟ الكتابه والقاء الشعر. تمام، ابتداتي كتابه من امتى؟ مش من زمان قوي، يعني 4 شهور 5 شهور كده. بتكتبي ايه؟ بكتب خواطر في كتب. عن ايه؟ عن كل حاجه، مثلا عن الاب، عن الام، عن كل حاجه. بتكتبي بالفصحى ولا العاميه؟ بالفصحى. بالفصحى. يا سهير، الشاعر المبتدئ يعمل ايه عشان يوصل للنجاح؟ يسعى ويجري ورا حلمه، يعني لو عنده حلم يسعى له. ياسمين، قلت لنا ان موهبتك الكتابه، صح؟ تمام. إيه، نسمع حاجه من موهبتك. تمام. لا تحزني يا فلسطين، فنحن معكم الى يوم الدين. لا تحزني يا فلسطين، فنحن لن ننسى صراخ الملايين. فلسطين افديكي بروحي ودمي الى يوم الدين. العمر يمضي وانت محتله، سياتي يوما وتكونين فيه حره. ابشري ايتها الارض المقدسه، ابشري. لا تيأسوا يا شباب الوطن، فهناك يوم منتصر. ستكون القدس ملكنا والعدو لا مكان له بيننا. فلسطين يا أرض الرجال، يا مقابر سيدفن فيها اليهود، يا أرض ملائكة الصغار، يا أرض الأحرار. دخلوا العدو فيك منهار، يطلب منك الحب والاستقرار، وبكل حب أدخلتيه. دخلوا الأوغاد، دخلوا الأشرار، دخلوا ليستولوا على أرض الرجال. فلسطين يا أرض الشهداء، يا أرض الشرفاء. سيأتي اليوم المنتظر، سيأتي اليوم الذي يشهد فيه التاريخ، يوم رحيلهم، يوم قتيلهم، يوم انتقامنا المبين. لا تحزني يا فلسطين، لا تحزني إلى يوم الدين. لن ينجو يا فلسطين، لن ينجو يا حبيبة الملايين. عاش يا ياسمين. سهير، نسمع منك حاجة عن الشعر. في يوم نزلت مصر وعيني فتحت الدنيا، شفت فيها الأهرامات والنيل، وكتبت ليهم أغنية، وبلف من حتة وحتة وكل شوية في حتة تانية، شفت فيها حاجات جميلة فكبرت في عينيا. مرة واحدة لقيت طفل صغير ماشي ورايا بيردد الأغنية، سمعت صوته جالي ذهول، الصوت مش غريب عليا، لفيت وشي وأنا بسمع لصوت الغنوة، شفت فيه ملامح حد مش غريب عليا، سألته اسمك إيه يا نور عينيا؟ قال لي محمد. إيه رأيك في الكنية دية؟ ابتسمت له وحضنته، قال لي ياه ما كنتش لاقي الحنية دية. ملامحه وصوته بتفكرني بابني اللي فرقت إيدي وإيده الدنيا دية، سألته اسم والدك يا محمد؟ كان زكريا. قال لي انت عرفت منين المعلومه دي؟ سبته واقف مكانه وما اتكلمتش ومش مصدق عينيا، سبته ومشيت. ابني ما كانش لاقي حنيه، روحت بيتي ما عرفتش انام طول الليله دي. وتاني يوم رحت له في عيني الدموع وفي ايدي ورد هديه، بص ليا فرحه من الفرحه عينيه دمعته بنظره حزن ليا، سالته بتعيط ليه وانا بكلمه بكت عينيا؟ جه وقال لي يا ريتك كنت اب ليا، اتصدمت من كلمته، اصل مش اللي هي. قال لي انت عرفت منين اسم ابويا وانا قاعد بتوه في الكلام وهو مستني رد ليا؟ قال لي لو ما جاوبتش هيقطع علاقته بيا. جريت وراه ودمع في عينيا، قلت له استنى، والله اللي فرقني عنك الزحمه في اسواق العباسيه، فضلت سنين ادور عليك وفي الصدفه لقيتك الليله دي. قال لي في دموعي بنين انهار اسوأ ما فيهاش الحنيه، ده مش لوحدي، ده كل اطفال الجمهوريه بكت علشان ما شافوش الا الظلم والخيبه في الدنيا دي. فراش الرمل وخدت الصخور مخده، والناس ما فيهاش موده، ياما سالوني ما فيش نور في حياتك، قلت سيبوني، سيبوني اقول اللي في بالي، هقول وما اظنش ان حد فيكم هيبالي، هقول ومش هسيء في كلامي، بريء بس ما شفتش الا الظلامي، وحيد في حياتي ولا مأوى يقويني ولا ام تضمني ولا اب يحميني، كنت فين يا دنيا لما قلت زمليني، قلوبكم اتفتتت بقت زي الحجاره، ضميركم غفه جابتكم القذاره، سيبوني كل ليله دايما انا العذاب، ظلامي للموحش والدئب له انياب، بصيت دايما لسما عشان اشوف النجوم، ما تلومنيش لو كنت كترت الصراخ، ده حالي لما قطعت اوتار وتراخ، من جالي رحيما بدلته احترام، بس انتوا ما عملتوش علشان تحملوا الحرام، ده رحم رحمه من ربنا هجيهم، اطفالكم امانه من ربكم فاحميهم، وانا كلمتكم وسمعتوا كلامي، كلامي مكتوب بدمعه الايتام. عاش يا سهير.
ياسمين، ايه الحاجات اللي انت قدرتي تشاركي فيها؟ شاركت في كتب كتير، يعني زي كتاب كلمات مضيئه، وكتاب كتاب نزل ولا لسه؟ هينزل في معرض القاهره في شهر 2. تمام. وكتاب ملتقى الخواطر وقلوبنا تتحدث بعد معاناه. عايش. وانت شاركتي في حاجه قبل كده؟ وخدتي جائزه. كتاب مشاعر محتاجها، كلمات مضيئة، وبعد ما معناها كلهم نتحدث، ده كله ما ينزلوا ان شاء الله في شهر 1. شايفة ياسمين، شايفة ان انت قدامك شهادات وجوائز؟ اكيد دي واخدها، كنا في حفلات وكده تبع الكتب. حفلات ايه؟ حفلة اسكندرية لكتاب كلمات مضيئة وملتقى الخواطر مع دار حكايتي للنشر والتوزيع. ممكن تعرضيهم للكاميرا؟ وقولي لنا واخدة كل شهادة في ايه؟ ديت كنت واخداها لكتاب كلمات مضيئة، وديت تبع والدي، دي تبع ملتقى الخواطر لسه ان شاء الله في شهر 2 هاخد عند دي، كان للرسم، انا بعرف ارسم، كنت واخداها تبع المدرسة وكده. ايه الكتب اللي شاركتي فيها يا ياسمين؟ كلمات مضيئة وملتقى الخواطر وقلوبنا تتحدث. حاجة فيها نزلت؟ ان شاء الله ملتقى الخواطر وكلمات مضيئة هينزلوا في معرض الكتاب في القاهرة في شهر 2. تمام. وايه الحاجات اللي شاركتي فيها؟ 3 كتب مجمعين، كلمات مضيئة، مشاعر نحتاجها، بعد ما معناها كلهم نتحدث. الجوائز اللي شايفة قدام، الجوائز والكتب دي، اخدت الجوائز دي في ايه؟ ممكن تعرضيهم على الكاميرا؟ لا اعرضيهم على الكاميرا. الكتاب ده اسمه ايه؟ مشاعر محتاجها. عملتيه لوحدك ولا كان فيه؟ لا ده مجمع، وكلمات مضيئة مجمع، ومشاعر وبعد ما معناها كلهم نتحدث برضو مجمع. ايه ما شاركتيش في كتب لوحدك؟ ان شاء الله الديوان بتاعنا لسه بيتكتب. اسمه ايه؟ لسه ما قررتش. تمام. سهير، دوركم ككتاب تقدروا تفيدوا الناس ازاي؟ انه مثلا في الكتب اللي احنا بنكتبها، الكتب اللي احنا بنكتبها لازم نكتب فيها كلام انه يأثر على الناس، والكلام اللي احنا بنقوله لازم انه يبقى كلام مؤثر للناس ويوصل لهم الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها. تمام. سهير، اكيد واجهتك احباطات كتير عشان توصلي للمكان ده، واجهتها ازاي؟ هو مكنتش بسمع كلام حد صراحة، لما حد كان بيقول لي وحش او ما تكمليش او يحبطك مثلا، ما كنتش بسمع، كنت بسمع كلام اللي جوايا انا، اللي انا عايزه اوصل له يعني. سهير، انت قلتي ان انت عندك القاء وكتابه، نسمع حاجه عن الالقاء؟ لا انا شاعره وكاتبه. نسمع حاجه عن الكتابه؟ كيف أقول لك أنك شيء وأنت تنكر؟ انظر لي وأخبرني ما في بالك ولا تستنكر، بادلتك كل شيء وأنت تصمت، أريد منك رد فلا تسكت، أتراني أحتمل الصبر؟ فعلا قالوا الصبر جميل فلا أقدر، إن الصبر يجعلني أتحلل، وأنا أقف أمامك أتملل، ماذا تريدني أن أقول لك أكثر؟ قلت لك أحبك ألا تشعر؟ قل لي أي شيء ولا تكتم، وأيا كان الذي ستقوله لن أتألم. ياسمين، هسألك نفس سؤال سهير، اكيد واجهتك احباطات كتير. اكيد واجهتني احباطات كتير، بس انا ما بحطش في دماغي، الحمد لله بكوم كل الاحباطات ديت وهي اللي بتقويني. تشجيع الاهل اكيد بيفرق، اهلك أكيد. شجعوك ازاي او دعموك ازاي؟ اكيد ابي وامي طبعا مشجعيني في كل حاجه، في كل خطوه باخدها، هما دايما مشجعيني ودايما معايا الحمد لله. بتوجهوا ايه للشعراء والكتاب اللي لسه في اول الطريق وبتواجههم احباطات كتير، تقولي لهم ايه؟ لازم ان هو يسعوا ان هم يحققوا حلمهم وما يكلوش اهم اي حاجه، ولازم انه ما فيش اي احباطات تاثر عليهم، ولازم ان هم ياخدوا القوه والشجاعه عشان الخطوه الجايه. نسمع منك حاجه. تمام. كل الدكاتره قالوا خير، كل الدكاتره قالوا خير، ما عندهاش ولا اي حاجه ولا حتى محتاجه لدواء، ما احنا عارفين شهر مارس والهوا شوية برد ما يستاهلوش، والست برضو ما تنساهوش، أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف إن أمي ما تشتكيش غير من الجو، عجزتي يما، عجزتي يما، والشاغ جريدك
ده انت لسه مسحه الشقه بايدك، عجزتي فجاه؟ ده احنا كل يوم جمعه يما نبوس ايديكي علشان نض بشقتك وتقولي لا، عجزتي فجاه؟ وكل الدكاتره عجزتي فجاه؟ ومالك ابيضيتي ليه؟ ليك حاطه بدر، مش كنت زي يما سمره؟ الدكاتره مش بيقولوا حاجه يا بنت، وانا قلبي متوغوج وحاسس ان امي فيها ان، ما لو ما فيهاش شيء نقلق عليه حجزوها ليه؟ اول مره احس ان دماغي بتشنج وتفكيري بيعمل صوت، ما صدقتش ولا تخيلت وانا واقف في ساعتها بانه الموت. رسمت الضحكه بزياده، رسمت الضحكه بزياده، دخلت عليها عارفاني انا الكذاب كالعاده، ومين يكفشني غير امي؟ ومين يكفشني غير امي اللي خبزاني وعجناني وخلعه بيدها اسنان؟ فعرفت بس من صوتي انها شهاده، وشهدت تيجي 100 مره. ساعتها كل احساسي اللي كان مكبوت طلع بر، وهاجت ذكريات عبت عيني دموع، واحساس الطريق اللي مالهش رجوع. حاولت اخدعها واستهبل، حاولت اخدعها واستهبل، بقالك عمري بتمثل وهي معيشاك في الدور وصدقت انها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظه عنيك وتقاطيعك وتحتحتك وألعيبك، مش هاين عليك الويل؟ عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبانش في عيونها العذاب والهم؟ يا راجل خلي عندك دم، يا راجل خلي عندك دم. كانت بصالي في عيونها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عدى سكوت. كان نفسي اقول ندمان، اقول خجلان، اقول لك اني يا مايا بحبك حب مش معقول. ما عرفتش ساعتها الحلق كان مكفول، لقيني القلب كان مفروط على قلبك، وكان بيقول بعد حروف ايات الله اللي حافظها على يدك وعلى عدك، ومن ايام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك، وفرحة خدي يمايا وهو نايم على خدك، وقسما باللي قام حدي وقام حدك ما حبيت في الوجود قدك. جاي دلوقتي تتوهوش؟ جاي دلوقتي تتوهوش؟ بتستعجل في ساعة الموت وبتتلهوش؟ ما بتحسش بقيمة الثانية غير بعدين، وتسرقنا الحياة وما نفكش غير والموت؟ مبكي العين يا شاقة القلب ومسافرة، يا شاقة القلب ومسافرة، خدتني الغربة من حضنك سنين كافرة، نسيت نفسي أنا آسف. قالوا لي الغربة يا مايا بتعلم دروس وحياة، وإنه الغربة يا مايا ضطوء ونجاة، أتريها حزام ناسف، أنا آسف، أنا آسف. معبنا يما في الآخر، وهي الدنيا إيه يما؟ حجمناها ومعاثرة؟ خلاص خلينا للآخرة، وحتى تكوني محلوة وعليك العين، ووريك العيال يما بكم بنتين، وجبت الواد يا ستي علشان ما تتضايقيش، هوصيهم، هوصيهم، هوصيهم خلاص يما ما تخنوا جنيش. أفراد عائلة هشام المدهشة، دي تعليمات جدتكم المفتشة، ممنوع تناموا في أي يوم، أي يوم قبل ما تصلوا العشاء. عاش يا ياسمين. يا ياسمين نزلتي نزلتي حفلات قبل كده؟ اه حفلة اسكندرية في تبع دار حكايتي للنشر والتوزيع. أول حفلة ليكي كان إحساسك فيها إيه؟ يعني جميل، حاسة انه يعني اول خطوة لطريق النجاح. بيبقى في فرق واهلك معاكي ولا؟ اكيد طبعا اهلي دايما مشجعيني ودايما معايا، ووجودهم من غير وجودهم مش هحس ان انا حاسة ان انا وحيدة. مش دعم اهلك ليك ازاي؟ دايما بيشجعني، ودايما ابي دايما معايا، ودايما بيقول لي اذا كان ليكي هدف حطيه في دماغك، ودايما كان مشجعني، وامي طبعا كانوا دايما مشجعيني الحمد لله ودايما معايا. بتحب كتابة الفصحى ولا العامية أكتر؟ لا الفصحى. ليه؟ بحسها إن هي يعني بتدخل قلبي يعني. سهير طموحاتك إيه بعد كده؟ حاسة إن أنت كده وصلتي ولا لسه عندك طموحات؟ لا لسه مش هستهفي كده يعني، إن شاء الله يعني نبقى بمكان أحسن ومرتبة أعلى من كده. نفسك توصلي لإيه؟ ابقى زي اللي انا نفسي ابقى زيهم، يعني زي هشام الجح، فارس قطريه، اميره البياري، طبعا احنا نعرفهم دول كشعراء. انا اتمنى ابقى زي واحد منهم. ليه الناس دول؟ يعني خدتهم قدوه، مع اني ما بفضلش ان اسمع الشعر يعني، بس لما بدات اسمع، لما انا كتبت، لما انا اكتشفت موهبتي بدات اسمعه. مين الافضل بالنسبه لك؟ مين الافضل؟ انا بفضل هشام الجح وفارس قطريه اكتر. ليه كده؟ كلامهم معبر. نفس رأيها. نسمع منك حاجة. طيب تمام. طيب ما تيجي دقيقة نتكلم. ها
استناها منك، انا استحاله استسلم وحشتك، مصيرك بكره تتألم. مشيت ليه؟ اسمعني، لازم تفهم اني بحبك مهما تمنعني. ليه بتخبي عليا حبك؟ يا حلاوه صوتك لما تدلعني، وجاي تقول لي ايه يعني فعلا، بس مش واخد بالك من حاجه اللي حبك لوعني؟ ليه لما اغيب واجي ابعت لك الاك في شاتي وغلاوه امي واخواتي؟ بحبك عارف، بقيت بتمنى قربك يا واد انت بلاش ام تقلك، شكلك واقع من الاول يوه على قساوه قلبك. مين اول حد امن بموهبتك وكان بيشجعك؟ ماما. ماما؟ اه ماما. يعني اول ما بدات اكتبه كده كانوا اكتر من قصيده كتبتهم، فكنت ايه قاعده معاهم فبسمعهم. طبعا اللي قال لي من على النت واللي قال لي كده هي لا صدقت الموضوع، امنت بيه، فكده دعمتني وقدمت لي. عندنا مركز ثقافي في العاشر من رمضان، قدمت لي فيه وفي مسابقات وكده. شاركت في حفلات؟ ايوه، كان في لينا حفله يوم 31/10، دي اللي انا اتكرمت فيها على الكتب. اول حفله ليكي كانت امتى؟ بقول لك يوم 31/10. ايه شاركت بايه؟ ده شاركت فيها كتب مجمعه والقاء الشعر اللي اتلقيت فيها شعر. نرجع ليكي تاني يا ياسمين، نسألك برضو نفس السؤال، مين اول حد امن بموهبتك؟ امي وابويا طبعا، هم اول حد امنوا بموهبتي لما كنت بقول شعر، وكانوا بيقولوا لازم تظهري وتطلعي لان يعني حاجه جميله جدا، والحمد لله. نسمع منك حاجه تانيه. تمام. كنت طفل لما شفت في عين ابويا اقوى نظره للتحدي، لما قمت في مره بدري والتقيته زي جندي، كنت مستغرب ولكن اما جالي الحد عندي قال لي يا ابني مصر نادت، وما مصر تنادي لازم كلنا نلبي الندى. قلت مصر؟ قال لي امي وبرضه امك وام كل الخلق. يومها شفت في عين ابويا التحدي كانه برق، قال لي راجع، اما شايل مصر حره بين ايديك، اما شايلني وبرضه معايا مصر. اوعى تبكي لو لقيت نفسك وحيد، عيش وراسك للسماء قول ابويا كان شهيد. راح ابويا وكنت حاسس قبل ما يقول الكلام ده اني طفل، راح ابويا وكل يوم كنت بستناه يعود، كنت ساكت والسؤال جوايا ساكن، ما احنا مش لاقيين ردود غير مدافع ودبابات والجيش بيضرب، واللي عايش واللي مات واللي من قوتنا بيهرب، دم يكتر نار بتكبر، والله اكبر الله اكبر. عايش يا ياسمين، ازاي طورتي من موهبتك دي؟ بدات ان انا اشارك في كتب. و ايه الكتب اللي انت بداتي فيها؟ كلمات مضيئه اول حاجه، تاني حاجه ملتقى الخواطر. بدات ان انا اخش في جرايد كتير زي جريده رحيل حشاد وجريده بريق الامل وجرايد كتير، يعني انا ادخل فيها واشارك في الكتب، وبدات ان انا اطور من موهبتي. مين مثلك الاعلى؟ نفس فارس قطريه وهشام الجاخ. ليه؟ كلامكم مؤثر جدا، كلامهم يعني جميل. بس هشام الجخ شاعر. ايوه طبعا، ما انا عارفه اللي هو شاعر، بس يعني كلامه بحب كلامه جدا على فكره. واحمد حسن عبد المجيد. رساله حابه توجهيها لحد؟ اه طبعا، انا حابه اوجه رساله لبابا، اشكره ان هو لدعمه ليا ووقوفه معايا دايما معايا في كل خطوه باخدها، ودايما مشجعني ودايما يعني محسسني انه لو انا من غير وجوده بابا ما سواش اي حاجه، يعني بابا هو مثل الاعلى وكل حياتي وكل حاجه في الدنيا ليا. احب اوجه رساله شكر ليه. ومامتي؟ مامتي اكيد طبعا، دايما مشجعاني هي كمان. يعني احب اوجه رساله شكر لبابا وماما طبعا، هم اهم اتنين في حياتي، اهم اتنين في الكون. الاب ده طبعا سند، يعني المفروض يعني كلنا ان احنا نحب امهنا امهاتنا وبابانا وكده. سهير، حابه توصيها برساله لمين؟ لعيلتي، عيلتي كلها بلا استثناء، يعني من ابويا لامي لاخواتي طبعا، لان هم كلهم كانوا بيدعموني، واولهم امي وابويا طبعا، يعني مفيش حاجه طلبتها منه صراحه وقال لي عليها لا. وطبعا احسان اختي حابة أشكرها لأن هي كانت بتدعمني دايما، وبنت خالي حنين طبعا، دول أكتر حد كان بيدعمني لحد دلوقتي. يعني إزاي قدرتي تتغلبي على الإحباطات اللي واجهتك؟ لو أنا مكنتش بشغل بالي فيها عشان أتخطاها أصلا، يعني ما كنتش بسمعها، حتى لو حد كان بيقولي مثلا إنه وحش أو إنه الكلام ده مش حلو كنتش بسمعه،
كنت بسمع كلام قلب انا، اللي هو انا شايفه ان ده حلو وعجبني، مش لازم يعني انه يعجب مثلا اكتر من شخص، لا انا كلام طالع من قلبي وعجبني انا. فلما اشتغلت مع اكتر من جريده وكيان ودور نشر، اكتشفت ان انا عندي موهبه. فانتوا ليه كنتوا بتكتموها مثلا او تقولوا ان هي وحشه؟ لا هي عجباني، يعني زي ما هي عجباني عجبت غيري، فليه من الاول كنتوا بتوقفوني عنها؟ لا هي جميله وعجباني وعجبه اكتر من شخص. فاكرة أول حاجة أنت كتبتيها؟ اه ممكن تسمعها لنا؟ طيب ثاني بس. وقفت مستني ردها وأنا محتار، وكان عقلي مشتت وفي حالة انهيار، بس ردها كان هيحدد القرار. وقفت مستنيها ربع ساعة ولا أكتر، وكان بالي مشغول وفيها عمال أفكر. فقلت خليني السؤال عليها أكرر، نص يقول لي امشي لأن أنت اللي هتتدمر، والنص التاني يقول لي الصبر مش هيخسر. واقف بكلم عقلي بكلم نفسي في اللي اتقال، وفجأة ردت قالت ده انت شاغل البال. رديت عليها قلت مهرك ذهب بدل المال، وهتعيشي معايا في جنة من الخيال. ياسمين، واجهت الإحباطات برضو ازاي؟ ما بحطش في دماغي كلام الناس، يعني كلام الناس اصلا مش هيفيد ومش هيأثر. يعني المفروض ان احنا يكون عندنا هدف وحاجة فقدامنا لازم ان احنا نسعى لها، وكلام الناس اصلا مش هيأثر فينا. زي ما في ناس بتحبطنا اكيد في ناس بتشجعنا. اكيد طبعا. انا صديقتي منى دايما مشجعاني ان انا اوصل، كل ما اقول لها انا عايزه ارجع ومش عايزه اكمل، لا هي دايما بتقول لي كملي. وامي وبابايا طبعا دايما بيقول لي كملي، لازم نشوفك حاجه كبيره وكده. وبكده يا اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا، كنت مبسوطه جدا بوجودكم معايا، احنا أكثر. نورتوا البرنامج. شكرا. كده وصلنا لنهايه حلقتنا، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج دردشه، والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you.